الابتدائية المقررة بحضور مقر جامعة محافظة في تاريخ 20/7/2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا. النقطة الأولى عند التدارس حصيلة نتائج تلاميذ وتلميذات مستوى ثالث إعدادي للثانوي إعدادي الحمدي برسم الموسم الدراسي 2016/2017. وعندنا النقطة الثانية مناقشة آفاق دخول مدرسي للسنة الدراسية 2016/2018. يعني هذا الشيء اللي تيقرا هذا المحضر شنو هو؟ السيد الرئيس كاين، انت كاين السيد الرئيس، انت خصك تقرا علينا هذا المحضر، واش كاين خير السيد الرئيس؟ كاين كاين انت رئيس حاضر، اول ما يقراش قرا انت، انت ما يبغوش هو مرحبا بك السيد الرئيس، كما قال السيد الرئيس، كما قال السيد الرئيس، كما قال السيد الرئيس، كما قال السيد الرئيس، خلي النقاط يكمل النائب الله يسخر احنا من قريت انا قاعد يعطيني سيطار الله يجازيك. حنا راه خصنا نعطيو لهاد الناس قدوه في النقاش والحوار المتحضر، ما نزيدوش نديرو هاد هاد الا كنا حنا كنعيبوا على انسان كيجي واحد. حنا الهدف ديالنا من الاجتماع هو الوليدات يقراو، ماشي نتناقشوا انا وياك سير كمل كاعضاء ديال المجلس خصنا نرقاو بالنقاش وخلينا من هاد وهاديك خلينا نكمل الكلمه ديال الله يحمي الوالدين ونعطيك كلمه وهضر حتى واحد ما قاطع. مرزاق ما قاطعناش الله يجازيك، ما قاطعناش نقطتنا غير سي الرئيس ما قررت السابعة والثامنة والتاسعة، كتجي السيرتيفيكا فيها 70 يوم، كتبقى سيمانة، كترجع السيرتيفيكا فيها شهر، كتجي تبقى سيمانة، كتجي السيرتيفيكا فيها 50 يوم، كترجع ثاني سيمانة. هذه من جهة السابعة والثامنة والتاسعة. من جهة كملتوها حيدتوها هي، جدوا واحد داو اختصاص. جدوا أستاذ داو اختصاص. يعني ماشي أستاذ في المادة الرياضية. جدوا أستاذ ديال المادة التكنولوجيا. وكو غير كامل في الماده التكنولوجيا راه عارفين انتم باش لا شي شوف لا ما تلفت هذه المعلومه كدور في كدور خطا ساعه كامله اش نقول لك معلومه خارجه معكم دخلنا هذا ودخل الامور بيني بينكم باش غدا وغدا الا ما كانش حاصله ماشي تحاسب يقول لي راه هذه الجمعيه ولا هذه الجمعيه ولا الجامعه دخلت فيا حنا بغينا حتى واحد يدخل فيكم حنا سيرو وحنا كنردوا على النتيجه دابا هي بالنسبه خمسة طوموبيلات 54 مليون وحدة وعاد زيد 24 مليون وعاد زيد المصاري والنتيجة ما كايناش إلا كان النيت زيد على شي شوية وكانوا زيد بريفيت اللي مقررين من هنا كيعتذر سي المدير عن الحضور لأنه كاين واحد المداولة ديال البكالوريا حاليا كيترقصهم. أنا جيت مسرور أنني نلقى هذا الجمع المبارك يهتم بالشأن التعليمي في خطة زكاة. أنا ماشي المدير تجيب لي أنا شهادة 170 ونقول لك لا ما قابلش منك جيت قرا الدراري لا يحكم ليا يجيب لي شهاده في العام كنشدها كنفعها اذا المديريه الاقليميه هي اللي خاصها تقوم بالاجراء وحتى بالله ولا خلينا نقول الضحيه الضحيه مين الضحيه حنا راه الضحايا والمشكل ديال الجماعه ولا المشكل حتى الاباء حتى هو خص يعاونونا حتى هو يمشوا ليا يقولوا علاش هذا الاستاذ كيتبي مشى شي واحد كيدير ما كاينش حاسب النيابه ولا كاينش لا المدير الاستاذ الاستاذ كيتحدى اي واحد مؤسسه السير ديالك السير الترباوي جيد 100% ويمكن لكم تتراقبوه وبلاتي وما تحملش انا المسؤوليه ديال التراكمات ديال الابتدائي والتراكمات الجمعيات بغينا نجيو فين الجماعه حسين هاد ما عمرش واحد جا قال لي الباب وقال لك الكلام كليري ثلاث لاعب بغيتو تسوقوا العام الجاي كان وعدكم نسوقوا غندير لكم 100% وصفقوا لي بحال الله يخليك وانا كنتساهل اسمح لي لا اسمح لي الله يبارك والله حيد لي راه شلنا مؤسسات اللي جابت 100% علاش؟ حتى هذوك راه غنشوفوهم لان حنا غنوضعنا علامة التساؤل وبالتالي لقينا بعض المسائل اللي نقطة أخرى هي ديال الاكتظاظ نسيت ما قلناش قبيلة الاكتظاظ كلهم تيقني لا في الابتدائي ولا في الإعدادي السنة الأطر الإدارية الأطر الإدارية ديال المديرية راه ما غيخرجوش كلشي على أساس أن داكشي اللي كنا كنديرو في الشتنبير راه حنا خدامين فيه دابا وما جاش مجموعة كان غيجي معنا رئيس مصلحة التخطيط كان غيجي معنا رئيس مصلحة التجهيز ولكن خدامين على مجموعة المؤسسة سيتم تأهيلها راه داخلة في واحد البرنامج ديال التأهيل
ديال دخول المدرسه. هذا بالنسبه واحد المشكل ديال الجمعيه. واش الجيم خلينا نتابع هذا هو واش شديتي تسعود خمسات؟ شديتي تسعود، علاش خلصتي في 8؟ الهردي محمد رئيس جمعية جوهرة التنمية القروية بخط زاكان. اللي كملتي اللي طرا في هذه الدورة بأن المجلس استدعى الجمعية المجتمع المدني كاملين ولكن ما عطاهمش الكلمة، وزيتون باللي رجعنا للقانون 113-114 كنلقاو بأن القانون ديال الجامعات بأن المجلس الجماعي المشرع ما فرضش عليه هذا باش يهضر في التعليم ولا هذا، يعني النقاط اللي كنا حنا غادي نناقشوهم ما خلاناش نناقشوهم، ناقشنا وقات ما سيفداك. وكنبغي نوضح بأن النقل المدرسي وجمعية الآباء وزيد عليها حتى الجامع هما النقاط السوداء اللي خلاو النتيجة ديال الثالثة إعدادي في هذه الكينيد هي اللي خلاوها توصل هذا الوسط. وبالنسبة للاختصاص كيقول المدير أستاذ مزياس ولا هذه خصو يهضر مع النيابة، لأن حنا الجمعية كدير شكاية وكدير هذه وكدير سلاحوي وشكرا. استثنائية حول تتعلق بالتعليم، كاين حق هذا العام كانت نتيجة شوية ناقصة في إعدادية الكيندي ديال خطة زكان، والاجتماع كان يعني من أجل المناقشة سبب النتيجة اللي كانت ظاهرة والدخول المدرسي مستقبلا. يعني خلال المناقشة كانت عروض يعني من طرف الإخوان الحاضرين ممثلين ديال نيابة التعليم ومن المجتمع المدني وأعضاء الجماعة اللي خرجوا بواحد التوصيات اللي يمكن تبقى مستقبلا. دونك فيهم انتم ما عرفتوش هذا الشيء اللي داروا المجلس من ناحيه المناقشه ديال هذه النقاط هذو داخل الدوره؟ ما عرفتش، لان هذه مصلحه عامه ما عندي ما ناقش فيها. انا لا اناقش لا اعارض المسائل اللي هي قانونيه اللي هي في المصلحه العامه، يعني دائما كنصوتوا عليها كنا ضدها، حتى لو كنا كنناقشوا او كنعارضوا من اجل تصحيح ماشي من اجل المعارضه من اجل المعارضه ما يمكنش نديروها. بالنسبه للظروف ظروف عاديه في جميع الدورات، بالنسبه للدوره دوره استثنائيه. بالنسبه للتعليم النتائج ديال التعليم ديال التاسعات نتائج اللي ما شرفتنيش انا وما شرفتش الساكنه وما شرفتش أولة الاباء ديال التلاميذ، لانه النتيجه ديال 23% تقريبا اعدادي الكندي جات هي الاخيره في الرتبه 23%. هادشي علاش درنا دوره استثنائيه وبنشوف المشاكل في كاين المشكل، واش كاين المشكل في النيابه، واش كاين المشكل عند الجماعه، واش كاين المشكل عند جمعيه اباء التلاميذ، واش كاين المشكل عند الاساتذه. داكشي علاش طرحنا السؤال على السيد المدير، طرحنا على النيابه باش نشوفوا المشكل، وخرجنا الحمد لله خرجنا بالنتيجه اللي غنديروا واحد اللجنه مشتركه غتكون من المدير السيد المدير ديال الاعداديه الكندي، ويكون عندنا عضو ديالنا اللي كيكون في التعليم وجمعيه الاباء وجمعيه المجتمع المدني والهيئه وجمعيه النقل المدرسي. وكنطلب من هاد الناس باش تكون اختصاص اي جمعيه، جمعيه الاباء غتعطينا شي واحد، تعطينا اختصاص يكون في التعليم، تعطينا شي واحد خارج التعليم باش التعليم يمشي مزيان. انا كي صرحت لكم قلت لا يعقل الدري جماعه كتصرف، جماعه عندها 5 سيارات تقريبا الكلفه ديالها اللي فيها 50 مليون، عادي المصاريف عادي تقريبا الا جيتي تحسب التلميذ كيطلع بواحد 3000 درهم في السنه، وباه كيتقام عليه بواحد 8000 درهم في السنه، عادي الدوله اللي كيتقام عليها تقريبا واحد 4000 ولا 5000 درهم كيتقام عليها في الشهر، هذه في الشهر الدوله، والنتيجه ما تكونش. ونشوفوا الخلل في كاين. واخا كان السيد هذا كان هناك تبادل اتهامات ما بينك وبين المدير تاع المؤسسه لدرجه انه كان ساحب من دوره المجلس
داك السيد المدير زعما ماشي السيد المدير كنشكرو من هنا كنشكرو زعما على في الخدمه ديالو كما كانش هذاك المدير صرع على هذه النتيجه اللي عطاتنا 23 جويليه غنبقاو حنا ناعسين وهاد التلميذ راه غادي يمشي حتى الكليه وغادي يرجع ثلاثه الحمد لله هذاك المدير كنشكرو اللي حرص على الامتحان يعني داك الشيء نازح 100% انا زعما كنعطي النزاهه ديالو في 100% انسحاب غير بعد الكلام ديالي ربما شي شويه ما عجبوش ولا شي حاجه انا ما كنحملش المسؤوليه وكنحمل المسؤوليه للمديرين ديال الابتدائي لانه الدري دابا من الابتدائي طال ايام جيتي دخلتي الاعدادي كيقاد فيه المدير ديال الاعدادي كيقاد ولينا هذا الخلل حنا ما بغيناش الضحيه ديالو هو التلميذ ونشوفوا الا كان في الابتدائي نرجعوا للابتدائي يشوفوا الاخوان ديال الابتدائي كان في الاعدادي السيد المدير حرص يعني المدير كون كان عنده شي حاجه مشيت ليه غادي يطلق اللعب كره نجحت عندنا وصلنا حتى حنا 71% ولكن كنشكرو ماشي واخا قلق هو لا خرج نساح ولا شي حاجه انا كنشكرو على العمل اللي كيقوم به زعما ماشي صراحه حرص على النتيجه والنتيجه راه كان زعما 100% ماشي راه ما فلقوش ولا والو هي اللي وصلنا حنا باش نراجعوا الى راجعين ان الدوره مرتبطه تخص بالتعليم داخل دوره الثانويه بالمجلس واش القانون كيكتب لهم هاد الاختصاصات ولا غير الاجتهاد ديال الطرف؟ حنا دابا الاجتهاد في الجامعه القانون دابا اباء التلاميذ كيجيو يشكوا على المنتخب علم غيشكي الا ما تدخلش المجلس شكون غيدخل؟ كيجيو دابا اباء التلاميذ يقولوا ولدي ما نجحش وعلاش ما نجحش غنقولوا لي سيف غيمشي اش نصيفطو نصيفطو النيابه نصيفطو نصيفطو كيجي عندنا حنا درنا الاجتهاد ديالنا ونشوفوا نعالجوا حنا راه نقطه شتي النقطه ما دايرينش فيها شي حاجه الدوره الاستثنائيه دايرين فيها خاصه بشي ديال التعليم راه ما درناش فيها نقطه حنا فيها شي حاجه خاصه بالتعليم باش ماشي في غيمشي هذا الاب ديال التلميذ غادي يمشي راه غيضر تاعي غادي يرجع للجامعه هادشي علاش حنا درنا الاجتهاد ديالنا والحمد لله خرجنا بنتيجه زوينه الحمد لله ونطلبوا العام الجاي ان شاء الله نتمناو تجيو عندنا وتلقاو الحصيله مزيانه ان شاء الله. بالنسبه للتعليقات والاتهامات اللي توجه لهم من طرف جمعيات المجتمع المدني داخل الدوره شنو تعليقاتك؟ بالنسبه لحالاش ما فيش تهم كاين شي تهم ربما كان هناك نوع من الاقصاء الهيئه اللي هي متمثله معكم في المجلس بان الناس الغالبيه ديال الاعضاء ديالها فقدوا الاستقرار ديالهم وقفوا تقريبا حنا بالنسبه هذاك المشكل اللي قال الهيئه احنا ما كندخلوش حنا بالنسبه عطيناهم فرصه قبل راك شتي راه في المحضر قرينا الاجتماع طور الفريضه عطينا المجتمع المدني كلهم هما اللي ولقينا مع السيد المدير وخرجوا بالنتيجه وعطونا محضر وهذاك المحضر هو اللي بنينا عليه هو المناقشه هو اللي بنينا عليه دوزنا الدوره به اليوم المجتمع المدني كله كان حاضر وانا كنطلب بالمجتمع المدني هذا هو الدور ديال المجتمع المدني بغينا حتى هو يتعاون معنا ويصار معنا في الابتدائي الا كاين شي يدير التوعيه ديال الدروس بين المدارس الابتدائيه اللي خارجه في الدواور وبين المجتمع المدني هو اللي يتعاون معنا باش ما تكونش ديك الحصيله باش التلميذ غيجي من الابتدائي يجي ضعيف بغيناه يجي شويه يجي شويه دور زول تحت باش تقدر الفصام فعلا الجامعيين كيوجهوا لهم اتهامات بانكم على ود المساله ديال ان ما كاين حتى شي حاجه تقريبا في الجامعه لانك باغي غير تبني جامعه اخرى في بلاصه هذيك. اقول انت الحمد لله انت موجود نوض معايا ديال واحد دابا نسالك عليه سالك على البيرو هذا البيرو اللي قاعد فيه انا اللي تشوف البيرو تاع الرئيس كبير نوض دابا تمشي تطلع على البيرو مرحبا نوض شوف شوف الحاله هنا انت شوف الحاله البيرو تاع الرئيس كبير ما تقيسش تقعد تحت منه نهائيا البيرو ديال السيد الكاتب العام هو في الدخله مع السقف الحديد ديالو طاح انا الحاله مدنيه تدير الدوره دابا انا نديك البيرو ديالي تدخل دابا باش تشوف المسائل ديالو وانت غادي تحكم بوحدك واش هاد الجامعه بغيت راه انا ما مريم لا جامعه لا ولا جامعه الاصلاح درنا الجامعه باش نبنوا مقر جديد وهاد الجامعه راه كتبقى راه غير صالحه غير صالحه الجامعه الكل كنقول لك بصراحه غير صالحه نقول سوف هادشي حنا نقدروا قاعدين انا ويقدر يريب علينا السقف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.